السلام عليكم. ازاي تتحكم في اي جهاز مهما كان؟ تتحكم في الاضاءه وتفتح وتقفل الباب لو الكالون كهربا طبعا، او مروحه او غساله وانت قاعد مكانك، او حتى وانت بره البيت. يعني حاجه مثلا لو عايز تشغل السخان على ما توصل مثلا قبلها بساعه او بنص ساعه، لو عايز تشغل الكاتل على ما توصل، الحاجات الترفيهيه دي. يعني احنا هنا من اجل اسعادكم. المهم ده بيتم عن طريق ابلكيشن على السمارت فون، وجنبه شويه حاجات كده هنعملها دلوقتي مع بعض. الموضوع متقسم 3 اجزاء: اردوينو و ESP8266 موديول او موديول، وبرنامج او ابلكيشن بلينك. كل جزء من دول في شويه حاجات كده لازم ناخد بالنا منها واحنا شغالين، عشان لو في حاجه صغيره بس مش معموله بتعطل كل حاجه بعد كده. فان شاء الله يعني كل تريك صغيره خالص هقولها في الفيديو ده بالتفصيل يعني ان شاء الله، واحاول اخليه بشكل سريع على قد ما اقدر. فيلا نبدا. اول حاجه هنفتح برنامج الاردوينو. يطول شوية، اي حاجة هتطول لما تيجي تفتح او هتحمل هحاول اقطع الفيديو على اساس ايه وقت الفيديو ما يطولش. يعني تمام، همسح البرنامج القديم ده، الكود القديم يعني. كويس، اول حاجة هنروح عند فايل، يعني كده preferences. المربع ده المفروض هتلاقيه فاضي، تمام. انا هحط اللينك اللي كان موجود ده في الديسكريبشن تحت الفيديو، هتاخده من هناك كوبي وتيجي هنا تدوس كنترول في او بيست، بعد كده ندوس اوكي. بعد كده هنروح على تولز ونيجي هنا عند بورد جينيريك اي اس بي موديول دي موديول او موديول اي حاجه يعني. بعد كده نطلع فوق خالص عند بورد مانجر، تفضل تحمل شويه برضو بتاخد وقت. بعد كده نيجي عند السيرش ونكتب ESP8266. هنيجي هنا مكتوب انستول، ده انا عامل له انستول من شويه. لو جينا هنا نشوف انستول هنلاقيها مختفيه شويه، فعلشان يعني ما ينفعش ادوس عليها عشان هو اوريدي في انستول، في بس ريموف ممكن ادوس. المهم ان انت لو اول مره تحمله يعني هدوس انستول وهتستنى على ما يحمل، ممكن يفضل دقيقتين ثلاثه كده، وبعد كده ندوس كلوز. بعد كده نروح عند تولز تاني ونتأكد ان البورد جينيريك ESP8266 موديول اللي هي دي، نتأكد انها يعني لو انت مستخدم اردوينو قبلها ولا حاجة هتلاقيها محطوطة عند اردوينو مثلا اونو او اي نوع وكده يعني. لا، فاحنا هنيجي نحطها عند جينيريك ESP8266 موديول. بعد كده هنروح عند تولز تالت ونروح عند بورد ونختار البورد بتاع الاردوينو، اردوينو جينوينو اونو، اختاره. تمام كده احنا خلصنا الحاجات الرخمه اللي هي ايه لما مش بتتعمل بتعطل الدنيا بعد كده، نلاقي الموضوع مش شغال. هو مش شغال علشان في حاجات بسيطه كده المفروض تتعمل، فاحنا عملناها ايه دلوقتي. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نجيب الكود، نروح دلوقتي نجيبه، نيجي هنا ونكتب بلينك. بعد كده ندوس على بلينك، هيفتح الموقع. ندوس على getting started دي جنب هوم، getting started. المفروض بقى نتبع الخطوات دي كده واحدة واحدة وهنوصل ايه بقى الموضوع يعني بشكل كويس، بس انا لسه عامل برضو الموضوع ده فهختصر الموضوع. يعني هنا اول خطوة بيقول ان انت هتحمل الابليكيشن لاندرويد ولا ايفون. تاني خطوة get the auth code auth token او auth code اللي هو رقم المصادقة، هنشوفه يعني كمان شوية. دي حاجة مهمة برضو، download blink library هندوس عليها. الخطوة التالتة ونيجي هنا عند اللينك ده، لينك مضغوط زد اي بي، ندوس عليه هيحمل اللايبراري. تمام اتحمل.
تمام، هنيجي هنا وندوس، هو ده اللي اتحمل من شوية يعني. هنيجي هنا وندوس ايه extract here، هيطلع لنا الفايلين دول libraries وده جواه 4 ملفات وtools وده جواه 3 ملفات. اللي احنا هنعمله ايه بقى، هنفتح libraries وناخد ال4 ملفات اللي جواه دول copy ونروح C، نروح C عند program files 86، بعد كده Arduino، بعد كده نروح فين عند libraries ونيجي هنا نعمل بيست او كنترول V. لما نيجي نعمل بيست هنلاقي ان الفايلات اتحطت اهي، ده وده وده وده، ال4 فايلات كده اتحطوا. نعمل نفس الموضوع مع الفايل التاني اللي هو tools، ناخدهم برضو التلاتة دول، ناخدهم copy ونروح السين نحطهم برضو program files arduino، بعد كده tools، 3 فايلات اهم انا حطيتهم يعني من شوية. المفروض نيجي هنا ونعمل paste بس اهم يعني. تمام، تشوف الخطوة اللي بعد كده في الموقع ايه. خلاص نقفل دي، خلاص احنا عملنا libraries. الخطوة التالتة هندوس على open blink sketch code builder، وده اللي فيه الكود بقى نفسه، هو ده الكود المفروض. خلاص كده الموضوع بسيط خالص، بس الفكرة ان ايه يعني، هنا مثلا لو اخترنا اردوينو هنلاحظ ان الكود بيتغير. بس ننزل تحت كده اردوينو، مثلا لو رجعت الاولاني نلاقي الكود اصلا بيتغير. اللي احنا هنختاره هنا في البورد ESP8266، وعند الكونكشن هنخليه ESP8266 واي فاي، وهو ده الكود اللي احنا هنشتغل عليه. عشان نعمل حاجة بس هناخده كوبي ونروح هنا كنترول V او بيست، هي هي يعني، بس كده ده الكود اللي احنا هنشتغل عليه. في 3 حاجات هنغيرهم في الكود: your auth token، your network name، your password. ال network name دي اسم الشبكة بتاعت الواي فاي، والباسورد هو باسورد الشبكة بتاعت الواي فاي. المشكلة دلوقتي في الـ auth token، ايه هو الـ auth token ده؟ نكتب بس دول الاول. اسم الشبكة والباسورد، ايه الـ auth token ده بقى؟ الـ auth token ده بنروح نجيبه من الـ application اللي هو blink، ده برنامج blink الاخضر ده هندوس عليه. لو اول مره تفتحه مش هيبقى بالشكل ده كده، انا هعمل لوج اوت علشان كلنا نفتحه اول مره مع بعض. بيقول لك لوجن او كرييت نيو اكاونت او لوجن ويز فيسبوك. لو اول مره هتعمل كرييت نيو اكاونت او ويز فيسبوك، بس انا هعمل لوجن عشان انا عندي اكاونت قبل كده على بلينك. كان اكتب باسورد، بعد كده ندوس لوجن. تفتحه للمرة الأولى هيبقى بالشكل ده، دوس على new project كده، project name دوس عليها وتسميه أي اسم. بعد كده نيجي عند السهم اللي على اليمين اللي جنب كلمة ESP8266 ده اللي هو choose device، نختار أي حاجة بتقول. في حاجات كتير فوق زي Arduino Uno وميجا، وفي تحت راسبيري كده، بس احنا هنسيبه عند ESP8266. واي فاي دي هنسيبها زي ما هي، وهنا ممكن نخليه دارك او لايت. بعد كده ندوس كرييت، كرييتنج لنا هنا اوث توكن وسنت تو الايميل. هنا هو بعت الاوث توكن ده للجيميل اللي انا مسجل بيه على بلينك، هروح اخده كوبي واحطه بيست في الكود بتاع الاردوينو، ندوس اوكي. بعد كده ندوس هنا على اي حته كده، اي حته في التاتش يعني، هيظهر لنا الشاشه دي. ندوس بوتون علشان احنا بس عايزين نجرب حاجه ايه، اون اوف بس كالد مش اكتر. اول ما ندوس عليها هتنزل بالشكل ده كده،
ممكن لو دوسنا وفضلنا دايسين نتحكم فيه نحطه في اي مكان، يعني ممكن يبقى عندنا اكتر من جهاز عايزين نتحكم فيه، دوس عليه دوسة واحدة هنلاقي ان هنا بيقول لنا مثلا البوتون ده عايزه اسمه ايه بالظبط، ممكن نسميه مثلا فان او لامب او اي حاجة. هنا اللون ممكن نغيره، خليه احمر مثلا او اللون الطبيعي بتاعه. كل ده انا بعمله بالتاتش، مش باين طبعا عشان ايدي مش باينه. جي بي الاوتبوت بقى اللي احنا كنا مخلينه في الكونكشن هنخليه جي بي 2، عشان دي هنظبطها يعني بين الابليكيشن وبين الوايرنج يعني بتاع الهاردوير. فهنخليها ديجيتال جي بي 2، ندوس اوكي. 0 و 1 اللي هي هاي ولو كده. بعد كده انت عايز سويتش ولا بوش بوتون؟ احنا هنخليه سويتش. وهنا الليبلز، يعني مثلا اون دي ممكن نخليها تشغيل، واوف نخليها ايقاف وكده، بس نخليها اون اوف وخلاص بس. وبعد كده نرجع كده الابليكيشن جاهز، هنروح نعمل الوايرنج. دي الـ ESP8266، هناخد الـ VCC نوصله بالـ 3.3 فولت للأردوينو، وناخد الـ CHP دي اللي هي Chip Enable نوصلها برضو بالـ 3.3 فولت في الأردوينو. الـ TXD اللي هي الـ RXD والـ TXD الريسيفر والترانسميتر، الترانسميتر دي هتتوصل الـ TX بتاعة الـ ESP8266 هتتوصل بالـ TX بتاعة الأردوينو، والـ RX بتاعة الـ 8266 هتتوصل بالـ RX بتاعة الأردوينو. بعد كده هنيجي عند الـ Ground نوصله برضو بالـ Ground بتاع الأردوينو، ونوصل معاهم الـ GPIO 0 برضو بالـ Ground. الـ GPIO 2 ده هناخده نوصله بالـ LED اللي هي حاجة يعني تعرفنا الموضوع شغال ولا لأ. بس كده دي التوصيلة. هنا نروح للجيميل بقى. او مش ده الجيميل اللي انا سجلت بيه، افتح الجيميل التاني، اعمل من هنا ساين اوت. ده الجيميل اللي انا كنت مسجله على البلينك، اكتب الباسورد. كده الجيميل فتح اهو، وبلينك بعت لي رسالة فيها الاوس توكن، ندوس عليها اوس توكن اهو. ناخد ده كده كوبي ونروح على الاردوينو مكان كلمة اوس توكن دي، نمسحها ونعمل كنترول في كده. احنا حطينا الاوس توكن هنا. فاضل ايه بقى؟ كده احنا تقريبا ظبطنا كل حاجة، خلاص عملنا كل حاجة صعبة تقريبا. نعمل فيريفاي، هيحمل شوية وهيطول، هحاول انجز الموضوع ده او اسرعه. خلاص كده خلص، مكتوب هنا done compiling. بعد ما عملنا verify هنعمل upload، ندوس upload. هنا في مشكلة هتقابلنا وانا سايبها عن عمد بصراحة، مستنيينها اهو دلوقتي. مشكلة يعني منتشرة وبتحصل كتير، فقلت ايه بالمرة في الفيديو احاول اقولها يعني. يلا كده اللمبه بتاعه الاردوينو عماله تنور اخضر وتطفي كده كان بيعمل ابلود، يعني هي دي المشكله. ESP.com_upload_mem_failed دي معناها ايه بقى؟ دي مشكله رخمه يعني وبتحصل كتير جدا. هي ليها معاني كتير، يعني مثلا ممكن تبقى في توصيله من اللي احنا عاملينها دي غلط، ممكن نكون الكابل فيه حاجة، ممكن يكون الـ ESP8266 ده مش في وضع البروجرامينج أصلا. فهنعمل الموضوع ده دلوقتي عملي. تمام، دي الـ موديول ESP8266 وده الـ Arduino، ودي الـ LED المتوصلة على GPIO2. الأحمر ده طرف الـ Reset، والأبيض ده طرف الـ GPIO زيرو. اول حاجة هنوصل الريسيت بالفي سي سي اللي هو 3.3 فولت، بعد كده هنوصل جي بي اي
وزيرو معايا برضو في ال 3.3 فولت. بعد كده نشيل الجي بي اي او زيرو نوصله بالجراوند. بعد كده نشيل الريسيت نوصله بالجراوند. بعد كده نشيل الريسيت تاني من الجراوند، هنلاحظ ان الليد نور في صورته الطبيعية، يعني كان ساعات بيقفل وكان ساعات بينور بس نور متوسط كده مش قوي، فهو في صورته الطبيعية دي كده. معنى كده ان المديول الـ ESP8266 في وضع البروجرامينج. خلاص كده بعد ما ظبطنا الدنيا نعمل بقى upload. واحنا بنعمل الابلود بقى المرة دي هنلاقي ال، تعال نشوف الهاردوير. هنا هيعد من 0 لـ 100 كده، من 0 لـ 100% يعني. الهاردوير هيفضل ايه، ينور كده اضاءات زرقاء او خضراء. تعال نشوف هاردوير احسن. تمام كده اللمبه الخضراء بتاعه الاردوينو عماله تنور وتتفعل، الابلود الابلود شغال يعني. واللمبه الزرقاء بتاعه الموديول بتاع الواي فاي عماله تنور وتتفزرق برده. كده الابلود شغال وعمال يعد من 0 لـ 100. تمام كده الاتنين وقفوا خلاص، منورة ازرق ومنورة اخضر. نجرب بقى بالابليكيشن، نشغل كده ونجرب اون واوف. اون واوف شغالة اهي ما شاء الله. نطفي النور بس عشان الموضوع يبان اكتر. نجرب اون واوف. تمام شغالة اهي، وجربتها كمان من على واي فاي مختلف واشتغلت. معنى كده ان انت لو في محافظة تانية او في دولة تانية كمان ممكن تشتغل، وطالما شغلتها على ليد ممكن تشغلها على اي جهاز تاني، وبدايرة يعني كده فيها ريلي وكده ممكن نشغل بيها اي جهاز تاني. الموضوع سهل اهو وبسيط خالص، مفهوش حاجة يعني. اتمنى يكون الموضوع اتقال بشكل بسيط وبكل تفاصيله. شكرا، سلام عليكم.